نروح لمساحة نحكي فيها عن الأعمال الخيرية والعمل التطوعي، وحصرا لفريق شهيق زفير في حلب اللي قدر أنه يعمل بصمة خاصة مع أطفال متلازمة داون من خلال أنشطة وفعاليات، وكان دائما حريص على دمجهم ضمن المجتمع ليكونوا حدا فعال بالمجتمع ويقدروا ياخذوا دورهم بشكل جدي جيد. اليوم رح نروح ضمن اتصال هاتفي لمدينة حلب ونحكي عن أهم الأنشطة لشهيق زفير، وأكيد ضيفنا لليوم هو السيد منتصر كيالي مؤسس مبادرة شهيق زفير. صباح الخير أستاذ منتصر. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك، كيفكم؟ طمنا عنكم. صباح الخير. صباح الخير الأخبارية، صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك أستاذ منتصر. صباحك يا رب. بالبداية يعني نشاطات مستمرة على الفريق، خلينا نحكي عن أحدث فعالية قمتوا فيها لأطفال داون. لا بالبداية نحن فعالياتنا ما حتوقف أكيد. فعالياتنا مستمرة طالما نحن نعطي الشهيد. آخر فعالية كانت موجودة اسمها أوبن داي بمعهد حلب العلمي. كانت عبارة عن نشاطات ثقافية، نشاطات فنية، نشاطات رسم، نشاطات رياضية. باربيكيو للاطفال. هدول الاطفال هن كانوا العون لنا بالشغل تبعنا وكانوا كثير لهم دور ايجابي صراحه. طيب اليوم كان لكم بصمه جدا خاصه بمدينه حلب ومع اطفال متلازمه داون، وشفناكم عم نتابعكم نحن على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم في خصوصيه من حضرتكم لهدول الاطفال، خبرنا عن هي الصله الروحيه معهم استاذ منتصر. تخيلي الحب او الشيء اللي جواتنا لهدول الاشخاص او هدول الفئه اللي هي دوما خلينا نسميها مهمشه، يعني دوما بكرها الموضوع انه مهمشه هي وعم تاخذ ضوء قليل، فنحن بدورنا نحن كشهيق وزفير عم نحاول نضوي عليها بطريقه صحيحه ونكون موجودين معهم كل المساحات، يعني نحن منا موجودين بس معهم باوبن داي، نحن موجودين كان معرض ازياء مشي تقريبا اسبوعين او ثلاثه، كان باوتيل الشيراتون بفتره معينه، حاولنا نعمل رساله معينه، خلوا لافتات معينه، لافتات تقولوا انا مثلكم، انا بحبكم، انا بكون معكم بكل كل التفاصيل. فبتخيلي قديش الحب اللي هن بيعطونا اياه، يعني انا على فكره وقت انا بكون معهم هن سعيدين، بس انا اسعد من جوا، ليش؟ لاني هن عم بيعطوني حب، بيعطوني هالكارما هي، خليني دوما اتشجع اني اعمل هالشيء لقدام. مدام لقال لي شغله، حب الخير مستمر، وخاصه مع هدول الاطفال هدول بالذات، هدول بركه بصراحه، هدول اشخاص عندهم طاقات رهيبه، عندهم طاقات من جواتهم دفينه، كل ما حاولت تشتغلي عليها دعم أكثر. أكيد أستاذ منتصر هذا الشيء بجهودكم زرع البسمة على وجوه هدول الأطفال، احكي لنا أكثر كيف عم يكون تفاعل هدول الأطفال مع مختلف الأنشطة؟ على فكرة هدول الأشخاص بالذات عندهم تفاعل رهيب، يعني ما بتخيلي وقت مثلا أنت بتشوفي وبكون عندك أوبن داي أو عندك إيفنتس أو عندك شيء معين، فرحتهم إني دوما هن بيعطونا أفكار اني منتصر ايش رايك نحن نعمل فلان موضوع، ايش رايك نحن مثلا نعمل معرض، ايش رايك مثلا نحن نعمل تمثيليه او مسرح، هلا حاليا نحن بصراحه متجهين نحو موضوع المسرح، هدول الاشخاص رح يكونوا لهم دور مسرحي معين بحلب، وان شاء الله رح يطبق بقيه المحافظات، بس النجاح بحلب موجود ان شاء الله نكون موجودين بحلب، ومع النجاح رح نكون موجودين بقيه المحافظات. ما تخيلي قديش هن عندهم حب للخير. نحن كاشخاص انا بعتبر حالي يعني انا بيني وبينك يعني بمصر شخصيه الطفل، يعني هو متى تحسي انت بتحسي فيه ثم بتعطي خير ثم بتعطي حب. استاذ منتصر اليوم مثل ما كنت عم خبرك اليوم دائما انتم خلينا نشبهكم بخليه النحل الموجوده ضمن مدينه حلب، وعم نشوفكم كيف عم تواكبوا كل المناسبات وعم تتواجدوا بكل الظروف ليكونوا هدول الاطفال بمتلازمه داون موجودين، واليوم بكره حيحمل شيء لكم جديد، شو مخبالنا؟ خبرنا اكثر، هل في انشطه؟ وقد اليوم مهم تواجدكم ضمن المحافظات السوريه؟ احكي لك شغله، طالما نحن موجودين بحلب وبلشنا بهالخطوة بالذات، أي مشروع ببلش معك بخطوة صغيرة بيكبر أكثر وأكثر. أكيد رح نضل موجودين معهم عدة فعاليات،
يعني انا تخيلي مثلا انا وقت بكون مثلا عندي اجتماع وعندي شيء، عندي دوما تصور معين لبكره شو ده نخطط له شو نعمل له نحن. غايتنا احنا صراحه من هناك غايتنا الاساسيه هي دمجهم وادخالهم سوق العمل، دمجهم المجتمعي. انا بودي اقول لك شغله معينه، اني دوما هدول الاشخاص هن موجود اكون متواجدين بجمعيات او متواجدين بمراكز معينه. انا بقول هذا الموضوع ضده بصراحه. ليش؟ لاني كل ما انت دخلتيهم على المجتمع، دخلتيهم على الحياه العامه، دخلتيهم على مجالس المجتمع، دخلتيهم على صالات معينه، دخلتيهم على اي نشاطات رياضيه، بيعطوك اكثر واكثر. بتضلي موجوده معهم بالمراكز، بياخذوا طاقه سلبيه، بتعلموا اوكي صح مضبوط، بس بياخذوا نوعا ما شغله ما في تطور. فانا مع موضوع الدمج، مع موضوع ان يكونوا هن موجودين بكل الخلايا مثل ما تفضلتي، بكل المفاصل، بكل امور، حتى نحن نكون موجودين معهم. انا برايي اني اذا كنا نحن ضمن المحافظات نحن عم نوصل رساله، هذه رساله ان يا جماعه نحن عندنا طاقات، عندنا امكانيات، حبونا اكثر، اعطونا دعم اكثر، حاولوا تكون موجودين معنا، حاولوا تكون بكل التفاصيل موجودين معنا. اكيد أكيد أستاذ منتصر، كنن أطفال الحب بالنهاية، ونحن كل ما قدرنا نقدم لهم هذا الحب أكيد حنعطيهم شيء عظيم يفيدهم بحياتهم. تحياتنا لك أستاذ منتصر، وأكيد لكل فريق شهيق زفير من خلالك. أسعد صباحكم ويعطيكم ألف عافية. بس في شغلة صغيرة ممكن أحكيها، كل الشكر لفريق التطوع شهيق وزفير، والشكر الخاص لوزارة الشؤون خاصة سيادة الوزير اللي بيعطينا دعم. شكرا لكم. أكيد نحن بنتشكركم وبنتشكر كل فريق التطوعي لشهيق زفير. شكرا لك أستاذ منتصر، شكرا لكم.